درايش اصغر ربهم حاليا دابا 18 عام بديت في عمري 12 عام 13 عام بديت يعني بوحدي كنتقاسم كتب هادي مرة حيد هادي مرة عدل هادي هادي عتعجب بيبليك هادي ما عتعجبش بيبليك يعني خصك ضروري تكون غادي نفس اللون اللي كيتمشاو فيه الدراري والحمد لله حاولنا نتفوقوا يعني لهاد المرحله الصعيبه ديال الليريكس والفلو واللعب والاستوديوات والكليبات يعني حاولنا ما امكن نطوروا في المهارات ديالنا ونوصلوا لهذا الشيء اللي غادي ليلو نيشان ان شاء الله الله يسهل علينا وكنتمنى اي واحد متبع يعني هاد الستيل هذا يخدم ويكافح ويدمر حتى شي حاجه ما كتجيب السهل يعني نقطه بنقطه باش كيعمر لي يعني ضروري راه خصك تطيح وتنوض باش يعني توصل لك الشيء اللي ولكن واش اخترتي هذا الاسم الفني يعني قلتي الزوين يعني شنو هذا قلتي الاسم ديال الاسم ديالك هو الوابو الوابو يعني الزوين يعني مزيان واش اخترتي هاد السميه؟ اختارتو حيت الوالده ديالي كتقول لي دائما في الدار كتقول لي الوابو تجيك سميه مزيونه الوابو تجيك سميه مزيونه ومساهيه في بلاصه ديك السميه ديك الشيء اللي حاولنا واش من تقول يعني انتم دابا المواهب يعني انتم الصاعده لي تالنت يعني جدادين داك الشيء اش كتقول المشاركه ديالك اول مشاركه ديالك في ميراجون هذه اول مشاركه ديالي يعني مع هاد شنو كتقول على المشاركه ديالك الشخص المشاركة دازت هو هذاك يا سلام يعني كيساهموا في الدراري كيبينوا المواهب فين دينا اللي هي صغيرة كنشهر الطاقم اللي يعني وقفوا معانا ووقفوا مع الدراري كاملين المواهب كيبانوا هذا الشيء هذا راه ما كايناش يعني في أي بلاصة كيديروه المهم الحمد لله احنا غاديين الله يكمل علينا ويكمل على اللي موفقنا.